لو الحكاية فيها إن فيجو النظر في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة التي تتمتع بصفة الاستدامة والاستمرار. وغني عن البيان ما تتمتع به مصر من استقرار وطول فترات سطوع الشمس على مدار العام والتي تبلغ نحو 3000 ساعة سنوية، وما تتمتع به مناطق خليج السويس وساحل البحر الأحمر ومناطق كبيرة من شرق وغرب وادي النيل من سرعات رياح ملائمة لإنشاء مزارع تمديد الكهرباء من طاقة الرياح. لذا فقد تبنت وزارة الكهرباء والطاقة منذ عام 2008 خطة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة للوصول إلى عام 2020. وقد شجعت هذه الخطة العديد من الجهات الصناعية المصرية على الاستثمار في نقل تكنولوجيات تصنيع مكونات وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح.